صليت بمسجد به مقام لم أكن أعرف، لم أكن أعرف هذا. صلاتك صحيحة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والفرق إن أيضا يفرق، هل القبر في جهة القبلة؟ إذا وقفت إلى الصلاة تكون متجه للقبر أمامك، هذا يكون الأمر أعسر وأضيق وأكثر حرجا. لكن إذا صليت اتفاقا بغير تقصد في مسجد به قبر، صلاتك صحيحة بإذن الله.